تعالي هنا يا قليلة الأدب يا مقصوفة الرقبة. أشهر جملة بتقولها الأمهات لبناتهم. تعرفوا بقى إن ورا الجملة دي حكاية؟ آه، حكاية زينب بنت خليل بيه المملوك، وكان عندها 16 سنة وقت ما دخلت الحملة الفرنسية مصر، وانبهرت زينب بالفرنساويين وبلبسهم وبعاداتهم وبلغتهم، وقررت تقلدهم وتصاحبهم في كل حاجة بيعملوها. وابوها كمان قرر ان هما يتعامل معاهم ويناصفهم في كل حاجة. وعشان كده اول ما خرجت الحملة الفرنسية من مصر قرروا ان هما ينتقموا من خليل وبنته. حبسوا خليل وقرروا ان هما هيعدموه، اما بنته فكان ليها النصيب الاكبر في العقاب. قرروا ان هما هيقطموا رقبتها عشان تكون عبرة لاي بنت تقرر تخرج عن تقاليد الادب والذوق في مصر. ومن يومها واحنا بنقول لأي واحدة قليلة الأدب يا مقصوفة الرقبة.